طبعا احنا خلاص يعني ايام واسابيع بتفصلنا عن الشتاء، ولو ان النهارده الجو كان حر جدا جدا، وامبارح واول كمان الجو معرفش ليه فجأة رجع صيفي تاني، ودرجة الحرارة النهارده كانت حوالي 40 41 تقريبا، فمش عارفة الصيف مش عايز يسيبنا ليه. خلاص يعني تعبنا والشمس تعبتنا، بس طبعا انا بحب الصيف جدا جدا، بس يعني كفاية بقى كده، نروح للشتاء شوية، عايزين نتجمد. طبعا بستنى مشاركاتكم لينا من خلال أرقام تليفوناتنا اللي هتكون موجودة على الشاشة على مدار الحلقة، ده غير طبعا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أي حاجة حابين تقولوها لنا، أي مواضيع عايزين نفتحها أو نتكلم فيها النهاردة أو بكرة أو بعده، يعني أي أيام من أيام الأسبوع اللي بنكون موجودين فيها معاكم، قولوا لنا عشان نجي متخصصين نتكلم أكتر في المواضيع اللي أنتوا حابينها. تعالوا بقى إيه نبدأ دردشتنا النهاردة مع بعض بقصة كده حلوة لطيفة جدا. بطلتها هي المطربة الأمريكية أمون ستاربزي، وهي مطربة شغوفة جدا بالسياحة المصرية وبتحب تروج ليها باستمرار. يمكن أنا أعتقد أو أشوف أنه حد مصري هو اللي يعمل كده، لأنه طبعا أكيد فكرة الانتماء وحبه لوطنه يخليه أنه هو اللي يروج للسياحة في مصر، أو أي حد من أخواتنا العرب في الدول العربية، لأنه مصر هي الدولة أو يعني الأم الثانية لأي دولة عربية، ممكن برضو يطلع منه ده أنه هو يعمل جلسة تصوير أو يقوم بالترويج للسياحة في مصر، ده ممكن أفهمه. إنما حد أجنبي أمريكي هو اللي يعمل ده، فلا يدل أنه مصر دايما على قائمة الدول الأكثر جاذبية. المطربة أمون عملت إيه بقى؟ عملت جلسة تصوير أو فوتو سيشن كده من داخل مقبرة تم اكتشافها حديثا فين؟ في دهشور. والبنت الحقيقة أنه كل هدفها أنها تجذب السياح لمصر مرة تانية، ودي مش أول مرة على فكرة أمون تحاول تشجع فيها أو على السياحة في مصر، لأنها قبل كده عملت فوتو سيشن في الهرم وقصر شامبليون وقصر نابليون، وحتى ما سابتش وسط البلد، كمان راحت وعملت فوتو سيشن هناك ونزلته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. فالحقيقة حاجة تشرف وحاجة جميلة جدا جدا ان يكون عندنا مطربة أمريكية بتحاول ان هي تشجع على السياحة في مصر، وهي على فكرة دايما عايزة تكون موجودة في مصر بتزورها، ودي حاجة حلوة جدا، لانه الحمد لله لسه لحد النهاردة مصر هي منطقة جذابة للسياح، ومنطقة فيها حاجات كتيرة قوي مختلفة ومتنوعة، من آثار إسلامية على قبطية على فرعونية على شواطئ على أماكن طبيعية على محميات، عندنا كل حاجة تقريبا. فشيء جميل قوي اللي احنا بنشوفه النهاردة، وحاجة تشرف بجد. وطبعا يعني أتمنى ويا رب نشوف نماذج وأمثلة كتيرة جدا زي أمون كده، بس من المطربين والفنانين المصريين بقى عموما، لأنه بالتأكيد أي فنان أو أي شخصية عامة لما يعمل ترويج للسياحة، وخصوصا بقى لو الفنان أو الرياضي ده أو الشخصية العامة دي سواء كان عالم أو أيا كان إيه هو المجال بتاعه، لكن هو شخصية عامة وعالمية، لو عمل حاجة زي دي هتفرق كتير جدا جدا، لأنه ساعتها العالم هيبقى بيتابعه بيتابع أخباره وبيشوف الصور اللي بينزلها. فبتهيألي إنه ده واجب على كل الفنانين وواجب على كل الشخصيات العامة والمعروفة والعالمية، زي ما هو برضو على فكرة يعني ما نستثنيش نفسنا من الواجب ده، حتى احنا ننزل ده ننزل الصور دي كلها على صفحاتنا، بدل ما بنقعد ننزل كده شوية حاجات يمكن أحيانا بتكون سخيفة وملهاش معنى، خلينا ننزل صور لمصر، صور لآثار مصر، للأماكن الطبيعية اللي احنا بنزورها وبنشوفها لأول مرة وبنستكشفها هنا في البلد. لازم كلنا نشتغل مع بعض عشان ننجح بلدنا ونحافظ عليها دايما جميلة وقوية بشعبها. ده كان موضوع أمون المطربة الأمريكية اللي عملت فوتو سيشن لمصر وكانت بتشجع للسياحة داخل مصر.